عندنا جينا خميات من الدقيق، 5 معالق كبار من اللبن الباودر، عندنا كوباية زبادي أو لبن رايب على حسب المتوفر عندك، ربع كوباية من الزيت، معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، مية دافية للعجن. دي مقادير العجينة بتاعتنا. أما الحشوة بتاعتنا تبقى عبارة عن كيلو من اللحمة. النهاردة هتبقى معانا لحمة بتلو، تقدري تستخدمي أي نوع. هنقعها مكعبات صغيرة خالص خالص. عندنا كمان فلفل ألوان متقطع شرايح، وبصلتين كبار متقطعين شرايح رفيعة، طماطماية متقطعة مكعبات صغيرة جدا، ومعلقتين كبار من السمنة، رشة بهارات 7 ورشة شطة لو حبة، وملح وفلفل أسود. ودي مقادير الحشوة. أما بقى الفطيرة بتاعتنا ندهن وشها بإيه؟ بيضة، رشة من القهوة سريعة الذوبان، معلقتين كبار من اللبن الباودر، اللبن العادي، معلقتين كبار من السمسم، وحبة البركة. دي كانت المقادير، ويلا بينا بقى علشان نشوف الطريقة مع بعض. في البداية يلا نعجن العجينة بتاعتنا. هنحط الدقيق، والدقيق بتاعنا دقيق منخول ومتعدد الاستخدام، وحط معاه كل المكونات الجافة. عندنا معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة، وعندنا 5 معالق كبار من اللبن البودر، وده بيدي طعم وطراوة حلوة جدا للعجينة. حطينا كل المواد الجافة، هحط بس كمان ملح، وهنخلطهم مع بعض كويس. تمام. هضيف بقى كوباية الزبادي او اللبن الرايب زي ما قلنا المتوفر عندنا هنحطه، وعندي كمان ربع كوباية الزيت، ونعجن ومعانا مية دافية بقى علشان نعجن بيها. يلا بينا. نزلنا بالمية بتاعتنا حبة بحبة لغاية ما العجينة بقت ملمة. تعالوا نبص كده مع بعض عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي لسه ما اتعجنتش خالص، بس هنلاقي ان العجينة علشان العجينة بتاعتي تطلع في الخبز وكده تطلع هشة وجميلة جدا. تمام. يبقى هنسيب العجينة بتاعتنا مدة ما تقلش عن 10 دقايق، وتعالوا بينا نعمل الحشوة. انا هعجن بقى في الفاصل عشان الدوشة. في طاسة عندنا على النار هنحطها، ونحط عليها معلقتين من السمنة يسخنوا كويس قوي، شايفين مع بعض تقطيعة اللحمة قد ايه صغيرة، هو ده المطلوب علشان تستوي معايا بسرعة. اهي باينة خالص، تقطيعة صغيرة جدا، مكعبات صغيرة قوي قوي. وتعالوا بينا ناخد اللحمة ونديها تشويحة حلوة في الطاسة اللي فيها معلقتين من السمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل اللحمة وافردها كده في الطاسة. ممكن نضيف عليها بقى بهارات من غير ما نضيف الملح. عندنا هنا بهارات 7، وعندنا كمان الشطة، بس مش هحط الشطة دلوقتي، هحط البهارات. وناخد فلفل اسود ونقلب. طبعا دي لحمه بتلو، فمش تاخد مننا اي وقت خالص خالص في التسويه.
عجينتنا بعد ما بنعجنها كويس جدا بنغطيها ونسيبها تخمر يعني تعلى ويتضاعف حجمها. لو حطها كده في نص البوله تلاقيها مالت البوله بتاعتك، ده بيبقى العجينه خلاص خمرت تمام. ومن اهم اسباب نجاح اي عجينه هي الخميره، فلو اخترتي الخميره كويسه هتديكي نتيجه هايله، اما الخميره لو ما كانتش على مستوى كويس فهتطلع العجينه زي ما سبتيها، لو سبتيها ساعه 2 3 تلاقيها زي ما هي، طبعا في الخبز بتبقى مش طريه خالص وبتبقى يعني نقول ايه مش حلوه خالص كمان في الاكل تمام. فعشان تعرفي الخميره حلوه ولا لا، حطي الخميره بتاعتك، معلقه الخميره مع شويه سكر، يعني معلقه كبيره خميره معلقه صغيره سكر ربع كوبايه ميه، دوبيهم وسيبيهم 10 دقائق، هتلاقي الخميره او ربع الكوبايه اللي كان قد كده هتلاقي الخميره عليت وفارت وعملت فوم كبير وبدات ان هي تتكاثر كده، تعرفي ان الخميره بتاعتك تمام. اما لو ما عملتش كده ما تكمليش خالص خالص في العجينة بتاعتك وسيبيها وغيري الخميرة تمام. يبقى الخميرة شيء مهم جدا في أي عجينة تمام. بعد ما عجن العجينة 10 دقايق علشان تطلع معايا هشة كده، ولازم العجينة كمان تكون لينة ما تكونش قاسية، هنغطيها ونسيبها تخمر زي ما قلنا ويتضاعف حجمها، وبعد كده هنقطعها 8 كور واسيبهم بالشكل ده يرتاحوا علشان ابدا افردهم واعمل بيهم الفطاير بتاعتنا. تعالوا نقلب اللحمه. شوحنا اللحمه تشويحه كويسه قوي، حطينا لها بهارات 7 وحطينا لها كمان فلفل اسود، يلا بينا نحط لها البصل. ونقلبها. شويه كده هتلاقي البصل دبل خالص وقل في الطاسه لانه نسبه الميه اللي فيها تبتدي تنزل، وتسولنا كمان اللحمه. احنا ممكن ايه، احنا ممكن نعمل يلا دهان الوش نجهزه معانا اللي هندهن بيه وش الفطر. عندنا هنا معلقتين من اللبن وبيضايه، عندي كمان رشه بسيطه من القهوه سريعه الذوبان، ومعانا مدام ماجده. دي اللحمه مع البصل اتشوحوا تشويحه حلوه جدا، شايفين البصل بعد ما كان مال الدنيا قل خالص، نزل ميته واستوى هو واللحمه كويس. احنا ما كناش حاطين الملح، هنبتدي نحط الملح ونحط كمان الشطه، دي طبعا على حسب الرغبه. ونحط الملح بتاعنا تمام، وابدا بقى اضيف الفلفل الملون وكمان الطماطم المكعبات. طبعا الفلفل والطماطم من الحاجات اللي مش هتاخد معانا وقت خالص، احنا كده يعتبر حشوتنا جهزت. تمام جدا، ممكن ادي كمان رشة من الملح عشان الخضار اللي احنا حاطينه. حلو جدا، خلصنا. هشيلها بقى من على النار علشان تهدى شويه وابدا احشي الفطاير بتاعتنا. طبعا من الافضل ومن الواجب ان نسيبها تبرد خالص ابشي الفطاير علشان ما تبوظلناش العجينه، فانا هرفعها خلاص من على النار ونخليها جنبها. وعايزه اوريكم كمان العجينه بعد ما اتعجنت، عجنناها في الفاصل، بصي بقى العجينه عامله ازاي، يعني هي طبعا لسه ما خمرتش ولا حاجه، بس انا عايزه اوريكي قد ايه هي مطاطيه وناعمه. يعني بصوا العجينه عامله ازاي، ملسه خالص ما فيهاش التجاعيدات اللي بتبقى فيها تمام، ولينه طريه جدا. كل ده هيدينا ان شاء الله نتيجه حلوه قوي للفطاير تمام. هشيل بقى العجينه بتاعتي دي اغطيها واحطها في مكان دافي تخمر، وادي الحشوه بتاعت الفطاير بتاعتنا، هسيبها بس تتهوى شويه علشان ما ينفعش احشي وهي سخنه قوي كده. تعالوا بينا نفرد العجينه بتاعتنا عشان نعمل الفطاير. بسم الله، هبتدي ارش رشه كده بسيطه من الملح، ملح ايه من الدقيق. ونفرد العجينه بتاعتنا قد ايه، طبعا مرتاحه فبتتفرد معايا بكل سهوله. ويدي النشا هنفرد كويس، حجم الفطيره هيفرق طبعا
على حسب الكور اللي انت هتقطعيها. طبعا هتقطعي كوره كبيره هتاخدي فطيره كبيره، هتقطعيها صغيره هتاخديها اصغر، تمام؟ فده بقى هيرجع لك انت على حسب الحجم اللي انت عايزاه. ودي اول واحده اتفردت معانا بالشكل ده، بصوا الحجم او السمك بتاعها كده حلو قوي، معقوله جدا. الحشوه بتاعتنا اهي، انا برده بس هويها كده علشان تبرد. وتعالوا نفرد اتنين كمان علشان نبقى نعمل فطيرتين. طبعا كل فطيره هتحتاج اتنين من الكور. رشه برده كده على الوش علشان ما تلزقش في ايدينا. كل ما العجينه كانت لينه هتلاقيها بتتفرد بسهوله، كل كمان بعد ما كورتيها سبتيها ترتاح هتتفرد معاكي على طول بالشكل ده. كوريهم قد بعض علشان في الاخر كمان يبقى اللي فوق واللي تحت قد بعض. هي المفروض زي ما قلنا تبرد خالص خالص اللحمه. قرب كده منها شويه، اكيد لما تبرد هتبقى النتيجه افضل. هنفرد طبعا ونسيب حوالي سنتي كده من الحروف، معلهوش اي حشو بيها كده. بصوا بقى هنبدا ندوس على الاطراف بايدينا. تمام كده. ونقفلها. بالشكل ده. وهحضر معايا الصاج، هندهنه زيت عشان نحط فيه الفطاير بعد ما حشيناها وقفلناها بالشكل ده. هسيبها بس 10 دقايق او ربع ساعه تخمر، وبعدين نحطها في الفرن، والفرن بتاعنا يكون حامي زي ما تعودنا في كل خبيز المعجنات، ان لازم الفرن بتاعي يكون من قبل مش اقل من ربع ساعه، وكمان يكون على درجه حراره عاليه. ادي الصاج بتاعنا. تمام ادي الصاج، هجيب بس شويه زيت صغيرين. بسم الله الرحمن الرحيم، وهوزعهم بالفرشه. وادي الفطيره، بسم الله الرحمن الرحيم، كده زي الفل. فاكرين دهان الوش اللي احنا كنا دهنينه او كنا عاملينه، اللي هو كان بيضه، معلقتين لبن ورشه بسيطه من القهوه سريعه الذوبان. هبدا ان انا احط كده على الوش وادهنه كويس، ونرش الوش بقى بسمسم محبه البركه طبعا لو حابين. ودي كانت الفطيره، هنسيبها بقى تخمر علشان ندخلها فرن حامي وتطلع معانا زي الفل. طبعا الحشوه مستويه هتطلع معانا هايله جدا. شايفين الفطيره شكلها حلو ازاي؟ تحفه جدا. عايزه اوريكم بس الاول ارضيه الفطيره. بصوا بصوا الارضيه من تحت عامله ازاي؟ مستويه لونها تحفه جدا. طب الناحيه الثانيه كده تمام؟ خلاص اوكي. بصوا اللون من تحت هايل جدا. تعالوا بقى نفتحها من وشها كده ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. واو جميله جدا. افتح كمان، نفتح كده، تحفه، ريحتها هايله. دي كانت فطيره اللحمه اللي احنا عملناها باللحمه البتلو، زي ما قلنا نقدر نعملها باي نوع لحمه، اهم حاجه تتاكدي ان اللحمه بتاعتك استوت قبل ما تحطيها جوه العجين، دي حاجه مهمه جدا.